على الشاشة الحين. يقولون عن فاتن إنها المرأة الحديدية، يشبهونها بتاتشر، ترى معروفة على مستوى العائلة، بس فاتن كلش مو كذي. فاتن هي حديدية أو قوية بعاطفتها، فاتن لها عاطفة قوية كبيرة تشمل كل العائلة. فاتن مثل الماء الزلال، أوقات الماء يكون قوي بحيث إنه يعني يقصون في شيء كثر ما بس هو ماي. فاتن نفس الشيء، فاتن ممكن تقطع شيء ما تحبه لكن بالماء بالعاطفة. فاتن عاطفتها جدا كبيرة، وإحنا يعني فينا عاطفة مقارنة بفاتن تطلع شيء جدا ضئيل. فلما توفى الوالد خذت دور الأب، بعد أمي الله يرحمها خذت دور الأم. فاتن دائما عندها الأدوار البديلة تاخذها بمسؤولياتها في كل سهولة. أنا على فكرة أختي فاتن أسميها أختي ماما، لأن بالفعل هي أختي وهي أمي. المشاعر لأمي والفاتن وحدة. فاتن توها بدأت تستقل في حياة خارج إطار هذا البيت. فلما طلعت فاتن كانت لنا، بالنسبة لنا إحنا شلون يعني راح نفقد فاتن في هالبيت؟ فأختي عايشة مرضت، أختي رفيف مرضت، يعني وأنا كنت أحاول إني أسكتهم، كذلك أختي الكبيرة قناة أنا أحاول أسكتهم، لكن إحنا من داخل كلنا انهرنا إن فاتن يعني الحين أمنا الثانية تطلع. فكان صعب علينا جدا يعني. لا أمانة أنا أرتاح العرين لأسباب يعني وايد، عرفت شلون؟ يعني أنا أحس إن باسمي في قوة، بس يبقى اسمي دلال يعني، فمتعلمة على الاسمين، كل شيء بدنيتي، هي دنيتي اصلا. انا يعني بالنسبة لي عطتني حقي وزيادة، بس هي مو بس امي، هي يعني هي بالنسبة لي كل شيء. عنادها ممكن مرات يكون بالنسبة لي شيء وايد ممتاز، بس بعض الاوقات عنادها هي عليها هي، فانا يجرحني ان هي كامي يعني ابيها تكون هي مهتمة بنفسها اكثر. هي قوتي طبعا بالنسبة لي، انا استمد القوة منها، لان لو ما القوة اللي فيها كان ما ضحت كلها التضحية. فاتن سمتها امي الله يرحمها، واصرت نسميها فاتن على شخصية الفنانة القديرة فاتن حمامة. فعلا فاتن يمكن تأثرت فيها شخصية فاتن حمامة او اسم فاتن حمامة. فاتن صارت مثل الحمامة لنا وإحنا صغار على حياة مالكة. فكان سامع مرة إن في دربي لبيت أمي، وأحط الخير بحضن أمي. فاتن كانت كذي، أمي دائما تقولها أنت من خيرات فاتن. يمكن هذا أول مرة تكلم فيها عن فاتن يعني رجلاً. أستاذة فاتن دموعك غالية علينا. عفواً، بس إحنا من خلال هذا التقرير عرفنا الشاعرة فاتن والأم فاتن والأخت فاتن، شقد مشاعرك فياضة حبيبتي ورقيقة، ويعني خير مثال للمرأة الكويتية القوية واللي حاضنة عائلتها ويعني ضمت الكل، الأبناء والخوات أكيد. شنو تعليقك على هالفيديو؟ هذا الحبل اللي حملت إياه سنين، وهذه الفرحة تدخل قلبي اليوم الحين، وهذا اليوم بينور دربي ويشهد ربي صادق. تحملت الزين والشين صادق، بس احنا نقول يعطيك الصحة والعافية. يمكن في بداية اللقاء قبل أن نتكلم في كلمة وحشوة نقولها، قلت لك نفتخر فيك، احنا اللي شفناه هذا قبل أن ندش معاك على الهواء، عشان طلعنا هذه الكلمة اليوم وقلنا نفتخر فيك. الأمانة لو مو الحياة قمت بس راسك على الهواء. يسلم لي عمرك، يسلم لي عمرك. ساعة المباركة، ساعتك أبرك. بالعكس أنا سعيدة وماني مصدقة. جد ماني مصدقة، جد فاجأتوني. جد فاجأتوني، ولو أدري فعلا جبت خصايد خواتي. لأنه ما في أجمل من حب الخوات، وما في أجمل من كانت الله يرحمك كان يوصيني أنت ريال البيت من عقبي، عقبها أمي الله يرحمها فاتن، إخوانك بذمتك.
الحمد لله على كل حال، إن شاء الله قدرت أدي الأمانة. نعم. اليوم أنت ما شاء الله كنت أم لإخوان تسعة. الله الأحزان فينا متوزعة. نعم. وكل يوم فينا يمر بلسعة. نعم. بس الحمد لله. نعم. الحمد لله أصغر ما فيهم مستشار في سويسرا ما شاء الله، الحمد أصغر ما فيهم كلهم مناصب الحمد لله. ربي ما قصر، تعبت تعبت فعلا تعبت، لكن التعب أثمر مو ورود. نعم. نخل تبارك الرحمن. الله، الله يحفظهم ويخليهم. آمين يا ربي. طيب نبي نسمع قصيدة كتبتيها حق إخوانك وأسرتك الكريمة. وهذه المشكلة أني أنا كانت بالسيارة تصورها وما نزلتها، لأن فعلا ما كنت أبي أبكي. نعم. وياي وأوصيكم أن لا تجيبوا لي لا سيرة أمي ولا أبوي ولا إخواني. نعم. فعلا كنت يعني ما يبنى سيرتهم. لا ما يبتو سيرتهم. لا كلش ما يبتو سيرتهم. لا لا بس جد، لا خلينا نقول أي قصيدة ثانية يلا.